انا عايز اقول لكم على حاجه غريبه جدا انا شخصيا فوجئت بيها. انا عملت فقره في معلم قد الدنيا وكان المقلب وهو لابس جلابيه ولاسه وطاقيه. فجاه لما عرفنا نجيبه هنا ونشوفه معانا عشان نتكلم معاه لابس بدله وقميص اهو اهو المعلم ده. حد يصدق ان ده جلابيه ولاسه وطاقيه؟ ايه المعلمه دي؟ المدام اللي جنبه مدام زينب مراته. تسقيفه كبيره. استاذنكم بعد اذنكم تشوفوا انتوا عملتوا فينا ايه. تعالوا نبص بس. نبص بس يا كابتن هات لنا التورتايه. تعال بصي التورتايه اهي زي الحليب وعليها كمان اللي انت بتحبيه كله. بس انا عايزه اصحاب كده. بتموتيني بالكلام ده. كابتن يا كابتن انا بكلمك انت. اهلا وسهلا. اهلا بيك حضرتك. مورس. اهلا بيك يا ست الكل. اهلا ست الكل. اهلا بيك. انا اسمي وديدة. اهلا وسهلا عشان اسامي ست الكل. واسم حضرتك ايه بقى؟ انا اسمي زينب. والاستاذ اسمه ايه بقى؟ ماهر. بعد اذن حضرتك. اتفضلي. البنت عايزه تحتفل بعيد ميلادها. هل ممكن يا حاج يعني نبقى مع بعض كده في حضن بعض؟ احنا تحت امرك. الله يخليك. نجيلك؟ لا احنا هنجيلك. اهلا وسهلا. هنجيلك دلوقتي. شيل التورتايه دي وهات التراتير دي عندي. الناس الطيبين دول. اهلا وسهلا. مين ده؟ بابا ماهر. ودي مين؟ ماما زينب. التراتير اهي يعني عشان نفرح بقى مع بعض. البسي تراتور معلش والبس انت تراتور. انا عايزه المترات كلهم يجوا. يلا حالا بالا بالا حنا والفصل. تعالي بقى عشان عايزاكي. يلا بقى نقول ايه؟ هابي بيرثدي تو يو. يلا اوف. ليرو ليه راح فين؟ ها؟ يا اختي راحت فين؟ مش عارفه كانت لسه هنا. ده باين عليها مجنونه اليوم دي. كل سنه وانا طيبه يا فندم. وين اختبى؟ رحت فين؟ فص ملح وداب. كل سنه ورانيا طيبه حضرتك. رانيا مين؟ نعم فندم؟ رانيا مين؟ رانيا بنت حضرتك؟ لا اخر بنت عندي لسه مجوزاها بقالها 3 ايام. وادي لسه حنتها في ايديا. حنت ايه يا فندم؟ حنت بنتي. ما عنديش بنات صغيره. جدتها استعطفتنا وقالت اجي احتفل بعيد الميلاد معاكم واحنا قلنا لها اتفضلي. ده هي حضرتك اللي خرجت قالت ده ابني اللي جوه. لا 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 قالت على حضرتك كده. ده انا امي بقالي 7 سنين ما شفتهاش. امك ايه حضرتك؟ امي في المنوفيه بقالها 7 سنين ما شفتهاش. 7 سنين ما تشوفش مامتك؟ ما شفتهاش. طب ليه حضرتك ما بتروحش تشوفها؟ بقى نصيبي كده يا فندم. 350 ما تزعقش. حساب المكان ما تزعقش. معلش انا اسف. ما تزعقش. صوتي طبيعته خشن. وانا صوتي اعلى من صوتك. حضرتك مش غنيتي هنا والفساد؟ غنينا. احنا كنا بنكبر خاطر البنت المسكينه اللي مالهاش ام واب موجودين. غنيتوا ابو الفساد؟ غنينا ابو الفساد. ولبست طرطور حضرتك؟ ولبست الطرطور. ولبست حضرتك طرطور؟ انت هتربسنا طرطور ب 850 جنيه. طراطيرك اهي. طراطير ازاي يعني؟ اهي شايل طراطيرك اللي لبسناها. عاوز حاجة تاني؟ حضرتك دي مش تراتيري أولا. أمال دي تراتير مين؟ دي تراتير الست الوالدة. ده كده أمول والدة؟ بقول لك والدتي بقالي 7 سنين ما شفتهاش. 850 جنيه يا عم الحاج. مش في حضرتك دلوقتي مكانة حجز؟ مش في زينب؟ مين اللي حجزه عند سيادتك؟ مش مامتك حضرتك لما جت؟ أنا ماليش ماما، ماما في البلد. أنت يرضيك حضرتك تاكل سفلقة؟ الله وليه الغلط؟ أنا أكلت سفلقة واللي عندك أعمله. اطلب من البوليس. اطلب ايه يا فندم؟ اطلب يا بوليس. ده محل حضرتك محترم يا عم. انا مش محترم. لا انت محترم. انا مش محترم. انت شكلك راجل يا عم. انت من قدام التعادي. الله ليه بتغلط حضرتك؟ انا خدت 2 برتقال ولا 2 كازوزه بكام دول؟ الله حضرتك ولا يا عم عشان خاطر النبي قول لي في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ خلاص اقول لك ايه؟ لا ما تجيش ده يا نف. قول لي نفسك شايف بعد ده. خلاص 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 خلاص. انت راجل غبي. خلاص انا غبي. ايه ده؟ مش حقك عليا.
خلاص يا عم. 800 جنيه ده والنعم. عندي ال 850 كلهم. مش عايز أي حاجة. أنا جاي من الأول. ما هو من الأول إيه بس؟ ده في إيه اللي حصل؟ أقعد. لا 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 ابعد الشر في عينيا وانا عينيا يا مهرز يا بنت شايفك كده مقلوب على بعضها. بص انت طبيعي من عند ربنا، انا مش عاملها كده من عند ربنا. ابعد بعيد عني عشان خاطري. ودي لما تبقى عامله كده يبقى ايه يعني حضرتك؟ يبقى فيها شر. حرام مستعجل بقى المحل ده. انت مش قلت خلاص مش عاوز مننا حاجه؟ عايز ايه تاني؟ بدغدغه وندفع حق. عايز اقول لك على حاجه فعلا مضايقاني. اتفضل. ازاي ما تزورش مامتك 7 سنين؟ انت مال؟ ازاي ده كلام يا حاجه؟ انت الوقت يا سيدي انت هتشاركني. انت هتشاركني في ايه حضرتك؟ يا عم انت هتعلم مننا ايه؟ نعم. اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ هتعلم مننا ايه؟ طهرك ده ليله سودا خلاص. انت عايزين مننا ايه؟ انا هدغدغ لك المحل. خلاص خلاص يا حاجه. في ايه؟ ليله غبره. انت مالك ومال امي ومال ابوك؟ مالك انت ومال امي ومال عيلتك؟ انت بتجيبني يابا. خلاص يا عم. ايه في ايه؟ روح يابا من عندك. خلاص يا عم. يعني عاجبك كده يا معلم ماهر تكسر المحل والمونه وتقلب الدنيا كده؟ يعني بتفتري يعني؟ إيهاب ورهام ينفع اسم سينما. تعالوا نبص بس، نبص بس. سنة حلوة يا جميل. يلا بقى أوف. كل سنه وانت طيب. الناس بتعيد ميلاد رامي. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حساب 850 جنيه حضرتك. 850 جنيه؟ 850 جنيه بتوع ايه حضرتك؟ مش فاهم قصدك ايه. يعني ايه 850 جنيه واحنا كل اللي خدناه 2 شاي يعني؟ ما هو 850 جنيه حضرتك بوضوح شديد وببساطه الاكل اللي نزل والحاجات اللي نزلت والتورتايه. اولا الحساب مش 850 جنيه. لا 850 يا فندم، في 850 ايجار المكان حضرتك. ايجار المكان 350، بقيه المكان مصروفات. احنا ربع ساعه المكان. احنا تحت امرك يا فندم. ايجار المكان ايه حضرتك؟ حضرتك مش انت ريهام؟ اصل مفيش فرق في الفلوس يا ابني. يا باشمهندس كلمنا. انت ريهام حضرتك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. دلوقتي ريهام ايه يا عم؟ تلعب معاك في الشارع ريهام دي؟ قلت لها بنتك مين؟ قالت لي ريهام. ايوه بعدين بس خلاص ماشي. ولا عمرنا شفناها اصلا يعني. هي عرفت الاسم كده، سالتنا اسمك ايه. طب حضراتكم غنيتوا يا عم؟ غنينا ورقصنا احتفلنا بالبنت الصغيره. ايوه وبعدين يعني؟ وبعدين مش فاهم يعني. حضرتك متصور وحاطط طراطير فوق دماغك. اه يا عم حطينا طراطير يا عم. انت قلت ايه مثلا؟ فرافير احنا ولا ايه يعني؟ مش فاهم. ومستدخل نفسك كده. انا يا فندم تحت امرك. بتعلي صوتك يعني في ايه؟ انا خدامك يا فندم. ما تردش عليه اصلا. انا خدامك حضرتك. ما تردش عليه. ريهام ما تغلطيش فيا يا ابني. ريهام ايه يا ابني؟ كلمنا انا زي ما بكلمك كده. لبست طراطير حضرتك؟ لبست طراطير ولا لا؟ يا دي الطراطير اللي لبسناها. حطيت طراطير على دماغك. مش هدفع 850 جنيه ولبست طراطير يعني؟ لبست ادي ام الطراطير اهي يعني. الله الله. طب في ايه حضرتك؟ ايوه اعمل ايه يعني؟ لبست اعمل ايه يعني؟ مش هدفع 850 جنيه. طب ايه اللي لبسك طراطير؟ بص يا ريهام كلمنا يا باشمهندس. انا مش مالي عينك يا فندم. معلش انا أيوة. انا مش مال عينك. بتنغش من تحت لتحت. لو سمحت اقعد. ايه لو سمحت؟ هي بتنغش مش اه. لا حضرتك ده اسلوب فيه خبص وانا ما بحبش الخبص. خبيث يا باشمهندس. انت احترم نفسك. احترم نفسي ازاي؟ ايوه احترم نفسك. انا عملت ايه غلط؟ تشتمها قدامي؟ لا حضرتك مش شتمتهاش. امال ايه خبص ومش خبص؟ اللي هو شغل الابر ده. انا هريحك حضرتك. اقعد حضرتك وانا هحكي لك كل حاجه بنفسي. الست دي من على الكرسي اللي كانت قاعده عليه هناك هيت لك جملة واحدة. لو سمحت يا ابني ممكن نحتفل بعيد ميلاد رانيا؟ احنا عايزين نبص مع بعض على الاستاذ الجميل، الاستاذ عبد الفتاح. بوسي ماما نهلة وبوسي بابا عبد الفتاح. سكر مصوراتي اهو كمان هيصوركم في التراتير. هابي بيرثدي تو يو. يا
الله، امال الست والبنت اللي كانوا هنا راحوا فين؟ راحوا فين؟ لا مش هم اللي هناك دول. فرصة جميلة وعيد ميلاد طيب. وانت طيب؟ طيب طيب شيك. ايه ده؟ لا ده مش بتاعك. ده حضرتك ترابيزتك. ترابيزة ايه؟ شايف ده مكتوب كام؟ ايوه 850. مظبوط يا فندم. الواخد اتنين فراولة. الزينة وحجز المكان والطرط والسرفيس. زينة دي ايه؟ زينة دي ايه؟ العيد الميلاد. ميلاد ايه؟ عيد ميلاد البنت. عيد الميلاد ده اساسا مش بتاعنا. انا مش بألف ولا بقى. انا اللي انا اديتك الاوضه. حضرتك اللي ساعه فتاح. ايوه يا سيدي الاستاذ زفت. الست الكبيره قالت لي ابني عبد الفتاح هيدفع حسابي. هي قالت لك؟ نفترض ان انت سالك. ماشي، انا اديتك اوضه. انت لبست طرطور وهو اللي مش طرطور. انت غنيت لي. طب طرطور ايه؟ طرطور ايه ب 850 جنيه؟ في ايه يا ست؟ ما تخلينيش اغلط فيك. انت تغلطي فيا ليه؟ ايوه عشان انت بني ادم مش محترم. من الاخر كده احنا هنا شربنا زفت، استغفر الله العظيم، اتنين فراوله مش هديك اكتر منهم. والتبس بتاعك طيب وصخصه فيك التبس كمان. عيد ميلاد بنتك حضرتك ويعني بنتي تاني. وده اللي حصل. وانت شايف سني ده يجيب دي؟ شايف سني ده يجيب دي؟ انا مش عرفني حضرتك. مش عارف حضرتك مستشفى اكشف عليك. انا مالي انا؟ وانت ما عندكش بتاع. هتتهزق. انت عارف ليه يعني؟ بعد اذن حضرتك اتفضل. خلي المدام ما تكلمنيش. طب استني دي واحده. لا اكلمه اكلمه واضربه بالجزمه. قالت لا لبس. تضربي مين؟ خلاص خلاص مش عايزين. خلاص بقى مش عايزين كده. انت هتجيبه كده لبسته لك في وشك اللي انت بتقول عليها دي. لسه مش عايزين بقى ده. لا اقعدي اقعدي مش عايزين حضرتك كده. بس اقعدي. مش عيب عشان انت قليل ادب. وده مش اسلوب تعامل. وحضرتك طب وريني. طب وريني الورق. طب اشوف. بقول لك ايه؟ 50 جنيه حضرتك. اللي انت عايز تعمله اعمله. مش حضرتك لما غنيت غنيت ابو الفساد ولا لا؟ غنينا ابو الفساد. حضرتك وشلت البنت وبصنا. بالمناسبه انت تشبه ابو الفساد. متشكر جدا. القرف اللي انت فيه ده. ايوه قرف وزفت كمان اللي بتعمله حضرتك. بتشتميني. ايوه بتشتمك. بتشتميني ليه حضرتك؟ عشان انت متخلف. وابو الفساد فعلا يا اخي. انا بتقول ابو الفساد. ايوه ابو الفساد. انت غلطتك ان انت قلت يلا حيا ابو الفساد.